نتحدث مع دكتور سعيد اسماعيل استاذ علم الجينات ومدير مشروع جينوم قطر. يا دكتور سعيد اهلا بك. زميلتي ديانا حاولت كثيرا ان تبسط المعلومه لكن انا اريد تبسيط اكثر. هل نحن امام انسان او صناعه انسان لا يمرض ام ماذا؟ لتبسيط الموضوع خليني اشبه لك اياها بما يلي. احنا من كم سنه اصبح لدينا قدره رائعة جدا على تغيير النص الجيني. الشفرة الوراثية اعتبرها كتاب. قبل 10 سنوات كل ما كنا على يعني قادرين على فعله هو انه اذا كان في غلط في النص انك تحاول تجيب صفحة اخرى وتشيل الصفحة اللي فيها خلل وتعدلها. قبل بضع سنوات صار بامكانك لا ما تشيلش الصفحة، تشيل الصفحة نفسها وتعدل في الكلمات. الخبر اليوم عماله بحكي لك انه ما تعدلش كلمات ولا جمل، انت بامكانك تعدل اشياء لسه اصغر. يعني تخيل انها على مستوى جيم صار بامكانك تشيل النقطه ومن تحت وتحطها فوق تعملها خاء. هو زياده في قدره العلماء على تعديل الشفره الوراثيه، وبالتالي ما يترجم من هذه الشفره اذا كان في خلل يعني صار بامكاننا انه نصلحه بشكل كبير جدا وفعال جدا، وقادرين على انه نتحكم بتفاصيل التفاصيل في تعديلات هذه الشفره الوراثيه. من الناحيه العمليه كيف سيؤثر ذلك؟ وهل نحن نتحدث عن يعني انسان موجود دلوقتي استطيع ان اغير هذه الشفره وبالتالي اذا كان مريض يشفى، ولا نحن نتحدث عن انسان سيولد وبالتالي يولد دون هذا المرض او دون احتماليه ان يصاب بالمرض؟ نعم، سؤال جيد. بإمكانك أنك تعمل الشيئين. الأسهل أنك تجيب إنسان لديه مرض معين اللي المرض ناتج عن عضو معين، فأنت ممكن تصلح الشفرة الوراثية في خلايا هذا العضو المتأثر، سواء كانت خلايا دم، خلايا الرئتين، خلايا اللي بتأثر في هذا المرض، فإمكانك تعدل الشفرة الوراثية بحيث تصلح عمل الخلايا في هذا الجسم للشخص البالغ. في نفس الوقت بإمكانك مثل ما تفضلت أنك تشتغل على مرحلة مبكرة أكثر، ممكن تشتغل على المرحلة الجنينية بحيث أنك تعدل الخلايا في بداية تكوين الإنسان، وبالتالي كل ما انقسمت هذه الخلايا وصولا إلى تكوين إنسان الطفل وبعدين إنسان بالغ، التعديل الجيني سيورث وسيكون موجود في كل خلايا الجسم وأنسجته. أي الأمراض نتحدث طبعاً عنها في هذه المرحلة على الأقل يا دكتور؟ طبعا مع كل تقنيه جديده دائما الليسته تبعت او القائمه تبع للامراض التي سيستهدفها العلماء، اولا هي الامراض طبيعة الحال راح تكون الأمراض المستعصية علينا اللي ما لها علاجات تقليدية متوفرة، وبالتالي أو ممكن تكون تهدد الحياة وخطيرة، فراح نبدأ بهاي القائمة. وخلينا نعطي مثال، مثلا أمراض الدم الخطيرة مثل ما التقرير تعرض له، خصوصا أنه أمراض الدم مثلا ممكن سهل عزل الخلايا وتعديلها ثم إعادتها إلى الجسم. فممكن خلايا أمراض التليف الكيسي أو السيستيك فايبروس اللي يؤثر على الرئتين، إذا عرفنا أنه نعدل بهذا الموضوع مرض خطير للأسف قاتل وما له علاج فعال متوفر. فمرة ثانية الأمراض اللي راح تكون على قائمة الأولويات هي الأمراض اللي ما لها علاج متوفر فعال وخطير على تهدد حياة الإنسان. لكن إلى الآن هناك علامة استفهام عن طريقة التنفيذ وحجم السلامة أيضا دكتور. هل نحن بحاجة لوقت كثير تعتقد مع كل هذا التطور الذي يكاد يكون خيال علمي، هل نحن بحاجة لوقت كثير كي نصل إلى مرحلة السلامة التامة في استخدام هذه التقنية الجديدة؟ نعم، هو خيال علمي سيدي. حتى إلنا إحنا في المجال التطور سريع وسريع جدا، والإمكانيات والفرص المتاحة رائعة جدا، لكن التأخير اللي حاصل حتى تتحول هذه الاكتشافات من المختبر الى المستشفيات ويتلقاها مرضى هو شيئين. الشيء الاول هو القوانين التي تنظم اي عمل طبي، وبحاجه الى وقت حتى نوضعها بالنسبه لعلاجات جديده ما كان لها اي تنظيم. والشيء الثاني هو
أنه فعلا إحنا ما زلنا غير قادرين على تقييم التبعات الكاملة لمثل هذه الاكتشافات. يعني إحنا إحنا excited أو إحنا مبهورين بهذا الإنجاز، لكن هل لو جربته على عدد كبير من الناس لفترة طويلة من الزمن راح تشوف في أعراض جانبية؟ هل أنت قادر على التغيير بهذه الدقة التي تعتقد أنك قادر عليها، ولا أنت عم بتغير في مكان وقد تحدث خلل في مكان آخر؟ في مكان آخر فدائما في خلل في مكان آخر. يا دكتور، جزيل الشكر على التواجد نعم معنا. نعم نعم، وأعتقد أنك بسطت كثيرا الفكرة المعقدة. جزيل الشكر دكتور سعيد إسماعيل، أستاذ علم الجينات ومدير مشروع جينوم من قطر، تحدث إلينا. شكرا جزيلا لك.